الحق والقانون في إطار الدستور اللي فيه واحد مجموعة ديال الحقوق يتمتع بها المواطن المغربي، إلا أن بان بين الشهادات غير هو مكتوب في الميداد، في الواقع شيء آخر. في إطار الاحتجاجات السلمية اللي كيعرفها العالم كامل، راه في وسط إسرائيل في الخط الأخضر داخل إسرائيل كاين اليهود كيحتجوا على هذا الحرب، هذا إلا كاين الاحتجاج على الشهادة في جميع مناطق المغرب، والمغرب من بين الدول اللي كانت فيها احتجاجات سلمية هذه مدة شهر ونص. هنا كانت وقفة مجمع تنظيم الوقفة في ديك الصحراء هي على الساعة 6:30، السلطة عندها رأي آخر كما في الحوار اللي قلنا. إذن الآن مع الستة سكان طنجة البالية وسكان الثانية وفي الغندوري كنتفاجئوا بأن السلطات في طنجة عاملة الحصار، حصرت المنطقة كاملة. هذه سابقة وهذا خطأ دستوري فادح بأن كاين الحصار ديال التنقل، لأن هنا دابا توصلنا لهنايا عاد قال لك راه ممنوع، أما كاين المشكل ديال التنقل. إذا كاين الحصار، كاين الحصار وكاين عدم التنقل. الآن حنا من 6:30 ودابا هذه 8 في تفاوض مع الناس المسؤولين، بان لينا كاين مسؤول واحد أما آخرين مساكن غير مسؤول، بان كيهضر معنا بصراحه بان ممنوع تنقلوا. هذا باش كيعجبونا حنا بعض الناس في السلطه في المغرب عندهم الشجاعه يقول لك ممنوع تنقل. اذا حنا كنشجلوا بكل فخر وكل اعتزاز التواجد ديالنا في ظل هذا الحصار هذا. وكذلك وبدنا نكسر الحصار، وبدنا نكسر الحصار، والمغرب ارضي حره، والمغرب ارضي حره، والصهيوني يطلع برا، والصهيوني يطلع برا، والمغرب ارضي حره، والمغرب ارضي حره، والصهيوني يطلع برا، والصهيوني يطلع برا، غزة السميدة، وغزة السميدة، وكلنا في دافيدة.